ولد عمي البارح اللهم اغفر له وارحمه والعائله نتاعو كامله كانوا في رحله علاج متوجهين لمدينه الواد للعلاج، يعني هو والزوجه وعنده الولد هو مريض وعنده اخته ثانيه مريضه ومعاه نسيبه ثاني عنده يعني السهر نتاعو عندهم علاج. نسال الله تبارك وتعالى ان يرحمهم ويغفر لهم، نسال الله تعالى ان يرفع درجتهم في عليين. والله تلقينا هذا الخبر الفاجعه بشيء مؤلم جدا، والله مفاجأة لم نكن نتوقعها تماما، حتى لا ندري أنه قد ذهب للسفر، لم نكن عندنا معلومات أنه ذهب للسفر. والحمد لله، الحمد لله على كل حال. نسأل الله تعالى أن يتقبلهم في عليين وأن يرحمهم أجمعين وأن يغفر لنا ولهم، نسأل الله العافية لنا ولكم والحمد لله رب العالمين. والله هي فاجعة لما لمت بسكان ورقلة كامل وبنيثور وعائلة فومادا وعائلة حجاج، وإنما حبيت أركز على نقطة أنا. النقطة الأساسية هي قضية الطرق في الجنوب، وخاصة الطريق هذا اللي بين من ورقلة حتى البسكرة، راه كل يوم تحصد في أرواح حوادث كل يوم، يعني ما كانش نهار ما يمرش وتكون حادث. الأسباب علاش؟ يعني لازم السلطات تراعي هذا الطريق وتسرع في إنجاز على الأقل دوبل فوا هذه الطريق المزدوج، ممكن إن شاء الله نقصوا شوية الحوادث، والطرق تاع الجنوب كامل راه تعاني من هالمشكلة.